بابا. كنتش موافق على جوازتك، كنت مصمم انها ما تحصلش، زي ما انا مصمم دلوقتي ان جوازة نادية واحمد ما تحصلش. فاكرة يا جميلة لما جيت تترجيني اجوزك سعيد قلت لك ايه؟ فاكرة؟ قلت لك لو سعيد طلع قذر زي ما انا متوقع انا هطلع اقذر منه. جميله، هو طريقك سعيد طلع قذر ولا ما طلعش؟ وليه؟ ليه تاخد ناديه بذنبي؟ وليه تاخد احمد بذنب سعيد؟ مش لازم عشان اتلسعنا بالشوربه نفضل ننفخ في الزبادي طول عمرنا يا بابا. دي تبقى وسوسة، يبقى شطان. طب فاكرة بعد ما طلقتك منه شوية كده وجيت تقولي لي يا بابا كلنا بشر وكلنا بنغلط، ولو سعيد غلط سامحه يا بابا، حتى لو سعيد سرق سامحه وعلمه ازاي ما يسرقش تاني. قلتيلي كده عشان كان لسه فيه امل عندك وثقه بنسبه 100% انه ممكن ينضف وانه ممكن يرجع لك تاني وهو نضيف، بس رجع بعد ما اتجوز الكلبة أختك، الكلبة اللي لا طبر فيها رباية ولا عملت لك حساب. يا حضرتك مصر تفكرني بحاجة أنا عمري ما نسيتها. مش بفكرك، أنا بس عايز أثبت لك إن كنت صح، إن أنا طول عمري كنت صح، إن عمري ما قلت حاجة ليكوا إلا وكانت صح، وإن طول عمري عايز أنقذكوا وأحميكوا، وإنتوا اللي مصرين ترمي نفسكوا في النار. حضرتك كده شايف إنك أنقذتني؟ تعرف إيه عني من ساعة ما اتطلقت؟ تعرف إن أنا ما بنامش غير بمنوم؟ بقالي 6 سنين عايشة على الأدوية والمهدئات بس. مش قادرة أبص في وشك، حاسة إني بكرهك، مع إني لسه بحبك والله، والله العظيم بحبك. تخيل أنا حاسة بإيه دلوقتي؟ ما اعتقدش انك ممكن تحس. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.